بيستنى الولد وهي قلقنا طالع من الساعة 10 لحتى لنا نجوش بقول لك بعتقلوا ناس بعتقلوا شباب بعتقلوها. هذه صارت مش حياة، احنا مشردين طلعنا من غزة زي ما احنا هيك. الطريق وعرة وعرة زيادة على اللزوم، احنا يعني هنا اللي شفنا محسنة بين العالم يا اخو. دمار دمار، ما تمش حياة ما تمش حياة للطير، ما فيش حياة. وضع سيء جدا، قصفوا مكان، فيش لا مية ولا أكل ولا شرب، يمكن صلنا أسبوعين بدون مية ومدون أكل ومدون شرب. هذا أكثر حاجة بقولها فيها. كلها دمار، اليمين ولا الشمال كلها دمار، فيش منطق فيش نت، وانت ماشي لا كلها مدمره. يعني بدك تمشي حتى بتمشي على الرمل، يعني طلع كيف الشبشب تبعك اصفر من الرمل، الرصيف هذا كله انفحر.